سيداتي يا نساتي سادتي أحبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم. قبل بدايتها، قبل انطلاقتها، يبدو أن كل شيء مثالي لكرة قدم ممتعة هذا المساء. الجو جميل، الأجواء صافية جدا، الحضور في المدرجات رائع جدا، بقي ما هو على اللاعبين، كل شيء جاهز لتلعبوا كرة قدم. أعطونا ما لديكم، نريد كرة قدم ممتعة في هذا المساء. اللاعب أمام يحاول، كرة ترتد من القائم، ضربوهم فعلوها ونجحوا في افتتاح التسجيل. لم يكن عندها الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. يا لها من بداية رائعة جدا، من بداية ناجحة بهذا الهدف المبكر. يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة طولية إلى الأمام، رمية جانبية، انطلاقة والتسديد. الكرة ملعوبة من مسافة، ها هي كرة باتجاه المرمى، الله مارواك ينجح في التسجيل. تسديدة مدوية، لا أظن أنه سدد أقوى منها من قبل. الآن النتيجة 2-0، من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. تسديدة من أول لمسة، كرة تمر بسلام على المدافعين، تسديدة في اتجاه المرمى، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يلعب الكرة إلى المنطقة ويعود بالكرة إلى الوراء. الآن فرصتهم للمرتدة، يحتسب الحكم ركلة حرة. يلعب كرة بينية، الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. يبحث عن زميله، يقطع الكرة. محمد صلاح يلعبها لمنطقة الخطر، قد تكون هذه فرصته. يحاول تمريرها من بين المدافعين، فرصة هجوم معاكس، إراءة ممتازة من الدفاع، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يلعب كرة على اليسار، يمر ويلعب كرة بينية، الكرة داخل منطقة الجزاء، يلعب كرة على اليسار وكرة عرضية، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. يا عيني على التمريرة، شوف الكرة وروعتها. الدفاع كبير،
لعبة جميلة، تسديدة أجمل، الله التسديدة الجميلة، بالفعل هدف جميل هذا اليوم، هدف ولا أروع، تسديدة غير عادية، كرة بسرعة مكوكية تسكر الشباك، وبعد ذلك هدف في منتهى الروعة. تستمر نهاية 45 دقيقة أولى، فارق مريح في الوقت الحالي، الخطر الوحيد اللي يواجههم هو المبالغة في شعورهم بالرضا في احتفاظهم بالكرة، وربما مطالبين بتركيز أكثر، يكونوا على نفس العزيمة والإصرار. ننطلق مع بداية الشوط الثاني، لا تغييرات في تشكيلة الفريقين، يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة قوية جدا بعيدة عن الكل، كرة طولية في المساحة الخالية، تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، يلعب كرة طويلة، كرة تمر من الجميع، مرت الكرة، دفاع رائع جدا، نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي، يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة، لاعب يستحوذ على الكرة، انطلاقة الآن إلى الأمام، تغيير لاعب على الأجناب، يلعب كرة عرضية داخل 18، كرة إلى الأمام، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يلعبها ببراعة، يمد قدمه ويقطع الكرة، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ، بينية إلى محمد صلاح، الله فرصة للتسديد، يا إلهي جول، قام بعمل رائع السيطرة على الكرة بهذه الطريقة، هل سنشاهد صحوة للفريق في المباراة؟ يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، أفقد الخصم التركيز، التوازن، الله تسديدة، قام بتحرك رائع للكرة لكن الخسارة لم يستفيد منها، انطلاقة جميلة بالكرة لكن في النهاية تسديدة لم تكن بنفس روعة الانطلاقة، يلعب كرة بينية، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة، لمسة بينية، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة، تدخل دائما، يسدد الكرة، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى، لم يكن في الإمكان بأفضل مما كان، لذلك قام بتسديد الكرة، وكانت محاولة خطيرة لكنها لم تنجح، كرة طويلة بعيدة جدا، تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا، تمريرة بينية ويلعبها إلى داخل 18، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه، يمر يلعب كرة بينية،
موجود لإبعاد الكرة، كرة جميلة، فرصة للتسديد، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. هجمة مرتدة الآن، يلعب كرة بينية، الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. تنطلق الصافرة، انتهت المباراة إذن. شيء غير عادي يا جماعة، شيء غير عادي ما شاء